سيارة F1 تكونت عندنا عدد من الثمار، ما زال تكوينها مستمر. هذا الباذنجان F1 الفلفل الأصفر، طماطم F1 بدأت تفتح الأزهار في بعض النبتات. الحمد لله، ما شاء الله النمو جيد وطبيعي، يعني ما لاحظنا آثار أخرى. هذا الفلفل الحار، النبتات الصغيرة نقدر نسيطر عليها بالأنبوب الصغير. هذا الباذنجان F1 كانت شتلات زايدة، فاضطرينا أن ننقلها هنا لحين أن يتبين الموقف. الرشاد قمنا بالحش باستمرار من عنده. أما بالنسبة للخس الأحمر ما شاء الله، يعني أصبح بكثافة جيدة. نمو الحلبة يعني إلى أنصر من الطول بحيث تهدلت الأفرع. استخدامنا إلى المنزلي محدود، قمنا بالحش من عنده. هذا النعناع كان متأخر بالزراعة، هذا خس وجبة ثانية أقل من عنده تقريبا ب25 يوم. هذا الخس الوجبة الأولى، المحلول المغذي المستخدم بالنسبة للورقيات ألف بي بي ام، بالنسبة للثمريات قمنا نصعد به إلى أن وصلنا 1500 ل 1600 بي بي ام. درجة الحرارة حاليا 27.8 بالعشرة، والرطوبة 51%. اليوم الجمعة 27 من شهر تشرين الثاني، الساعة 10:42. بالنسبة لبعض ثمار الخيار، يعني احتمال يومين يبدأ قطفها. والحمد لله رب العالمين.